السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الأحباب الكرام ونتحدث عن أسرار استجابة الدعاء، كيف ربنا عز وجل يسهل استجابة الدعاء لعباده المؤمنين رغم الخطايا ورغم الذنوب. فربنا عز وجل إذا رأى دعاء صادقا من عباده، دعاء مخلصا من المؤمنين والمؤمنات، فإن الله تعالى يستجيب. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. هذا الدعاء أيها الأحباب الكرام تتجلى فيه قمة العبودية، حيث إظهار الافتقار إلى الله عز وجل، وفيه استشعار الاحتياج إلى رب العباد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي صحابته بالإكثار من الدعاء خصوصا في الشدائد، وكان يقول الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة، لأن العبد لما يرفع يديه إلى السماء مناجيا ربه بخشوع وخضوع وتبتل وابتغال وخوف ورجاء وذلة وانكسار وتوجه كامل للذات العليا، فإنه بذلك يحقق مقاصد العبودية. فالدعاء مخ العبادة، والدعاء أيضا سلاح. قال فيه صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض، فهو مغناطيسية السماء إلى الخلق، وهو العروة الوثقى التي يتعلق بها العبد فيكون مستأنسا برعاية ربه مطمئنا إلى معونته. هذا الدعاء أيها الأحباب الكرام ينفعنا جميعا، هو كنز عظيم، إنه نعمة كبرى في حالة الرخاء، وهو أيضا قوة في الشدائد تعين الإنسان على مجابهة الصعاب، حتى إن الدعاء يغلب القدر. قال صلى الله عليه وسلم لن ينفع حذر من قدر، ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم بالدعاء عباد الله. هذه من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم صحابته من الأنصار والمهاجرين، الرعيل الأول من جيل الصحابة، ومن خلالهم يعلم كل المؤمنين والمؤمنات في كل زمان وفي كل مكان. حياتنا الدنيوية فيها الكثير من الشدائد والكثير من الصعوبات، وقد تعوزنا الحلول، ما عندنا حلول، نبحث عن الحل الأمثل لكي نتجاوز هذه المشكلة، لكن لا نستطيع. نستخدم كل قدراتنا العقلية والمنطقية وكل ما أوتينا من معارف وعلوم، ولا نستطيع، لا نصل إلى شيء. نحن في عالمنا المعاصر، لعلكم أيها الأحبة الكرام كلكم تعلمون ولا يخفى عليكم الشدائد والابتلاءات التي أصابتنا جميعا، بدءا بتأخر التساقطات المطرية، وبعد ذلك جائحة الكورونا التي امتدت لسنوات طويلة، وهذه الغلاء في المعيشة والاضطرابات النفسية التي لحقت بالناس، والعالم الآن يسير نحو التدهور، حروب بين المشرق والمغرب، وحرب اقتصادية وحرب اجتماعية، كل هذا ماذا يفعل المؤمن الصادق اتجاه كل هذه الأشياء؟ إنه يمتلك العروة الوثقى، إنه يمتلك القوة المغناطيسية إلى السماء، إنه الدعاء. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء ووعدنا بالاستجابة،
وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لكن يستجيب الله دعاءنا، نحن مأمورين بأن نستجيب له أيضا ونؤمن به أيضا ونسلك مسالك الراشدين. فلهذا نريد أن نؤكد على مسألة أساسية في هذا الموضوع، وهو مدى امتلكنا زمام الدعاء فلا خوف علينا ولا نحزن أبدا رغم جائحة الكورونا، رغم تأخر تساقطات المطرية، رغم الفقر وغلاء الأسعار، رغم تدهور النظام العالمي ودخوله في حرب متوقعة قد تأتي بأشياء لم تكن في الحسبان. كل هذا لا يهمنا في شيء ما دام عندنا الدعاء القوي والصادق، فإننا نكون في مأمن كبير. وإن شاء الله وبإذن الله وبفضل الله الكريم كل حوائجنا مقضية، وسوف نحظى بالأمان وبالسلام، ونحظى بإذن الله بوفرة المنتوج، ونحظى إن شاء الله تعالى بتجمع الأحباب والأقارب، وينزع الله ما في القلوب من وساوس الشيطان، ونعيش حياة طيبة بفضل الدعاء. نحن في أمان ببركة الدعاء. القرآن العظيم دستورنا الخالد يحكي لنا عن علاقة الأنبياء والمرسلين والصالحين بالدعاء، فكان ربنا دوما يستجيب. أول من سلك السبيل الدعاء هو أبونا آدم عليه السلام. أبونا آدم عليه السلام لما وقع في الخطيئة ولم يطبق أمر الله تعالى غضب عليه المولى. كيف استطاع آدم أن يكسب رضا الرحمن ويتجاوز غضبه سبحانه؟ إنما لما سلك سبيل الدعاء، قال سبحانه وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. من أين تعرف آدم على الدعاء؟ الله تعالى اللطيف بالعباد هو الذي ألقى في روعه الإحساس بالندم، وألقى في لسانه كلمات فيها دعاء وفيها ابتهال وفيها انكسار وفيها تذلل. الحق عز وجل ألقى في قلب آدم الندم، وألقى في قلبه التوبة والخوف، ثم أجرى على لسانه هذه الكلمات والعبارات في الدعاء، وكانت مفتاحا للفرج. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ما هي هذه الكلمات؟ هي كثيرة جدا، نقل القرآن العظيم بعضا منها. ماذا قال آدم مع أمنا حواء؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا هو الدعاء الذي إذا قاله العبد المذنب وإذا قاله العبد المخطئ قاله بصدق ويقين بين يدي ربه، فالله تعالى يتوب عليه ويغفر له ويقبله في زمرة عباده الصالحين. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا الدعاء أيها الأحباب الكرام، كل من آنس من نفسه أنه مخطئ أو مذنب أو مفرط فليقل هذا الدعاء بصدق. قاله أبونا آدم وقالته أمنا حواء، فربنا سبحانه وتعالى تاب وغفر وتجاوز وأكرم. الله تعالى يجيب الدعاء، لكن كيف نستجيب نحن له؟ لأنه قال: فليستجيبوا لي. فالدعاء المستجاب مشروط بأن نستجيب نحن لله، فليستجيبوا لي. وهل هو سبحانه وتعالى بحاجة لاستجابتنا؟ وما هي الأشياء التي نعملها حتى يستجاب دعاؤنا؟ القرآن العظيم حكى لنا
قصة أعداد من الأنبياء والصالحين استجاب الله لدعائهم، كل له قضية. هناك من كان يواجه الظلم، هناك من كان يواجه المرض، هناك من كان يواجه الفقر، هناك من يواجه الصراعات المختلفات. المهم ربنا استجاب للجميع ولم يخذل أحدا من عباده. فمثلا سيدنا نوح عليه السلام الذي كان يواجه ظلم قومه، ظلموه ظلما عظيما وكانوا يسخرون منه وكانوا يرجمونه حتى بالحجارة، ماذا قال ربنا عز وجل؟ ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. كان سيدنا نوح يعيش في كرب عظيم، هو وأهله ومن معه من المؤمنين، فدعا ربه دعاء فاستجاب الله تعالى له وأهلك الظالمين حينما سلط عليهم الطوفان وأخرجهم من بينهم سالمين غانمين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. سيدنا أيوب عليه السلام أنهكه المرض والتمس الدعاء الدواء عند الأطباء وعند المعالجين ولم يجد لذلك سبيلا، فكان يدعو الله تعالى أن يشفيه من هذا المرض الخطير، سرطان خبيث جدا. فربنا سبحانه وتعالى استجاب دعوته، استجاب دعوته بين عشية وضحاها. نام سيدنا أيوب واستيقظ صباحا وقد شوفي وعوفي. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. الله تعالى جعله ذكرى للعابدين، أنه لم ييأس من رحمة الله، أنه رغم الضر ورغم الشدائد التي ألمت به هو وأهله، فإن الله تعالى سمع نداءه. وأيوب إذ نادى، كان ينادي المولى، الله يسمع النداء فاستجاب له، كان يقول ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فكل مريض منا إذا كان عنده مرض فليضع يده على مكان المرض وليقل دعاء أيوب عليه السلام، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. كذلك يحكي القرآن العظيم عن سيدنا يونس ابن متى، سيدنا يونس الذي وقع في ورطة عظيمة، وقع في بطن الحوت وكان معرضا للهلاك ومعرضا للبلاء، وصار في الظلمات الثلاث، ظلام أعماق البحر وظلام بطن الحوت وظلام الليل، ولم ييأس من رحمة الله وظل يدعو ربه، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. دعاء سيدنا يونس ماذا قال؟ قال لا إله إلا أنت، التهليل التوحيد، سبحانك التسبيح والتنزيه، إني كنت من الظالمين، الاعتراف بالذنب والخطيئة. كل واحد منا إذا كان في ورطة، أي واحد كان عنده ورطة في إما مع المحاكم أو مع القضاء أو مع الأمن أو مع أي كان، مهما كانت المشكلة، ردد دعاء سيدنا يونس وسوف ترى عجائب قدرة الله. أوله تهليل، أوسطه تسبيح، آخره إقرار بالذنب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ماذا قال ربنا بعدها وعقبها؟
فاستجبنا له ونجيناه من الغم فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يقين أن الله تعالى سوف يستجيب الدعاء مهما كانت المشكلة ومهما كانت الصعوبة ومهما كان الخصم. سيدنا زكريا عليه السلام الذي كان عاقرا لا يلد وزوجته صارت عجوزا وهو صار شيخا كبيرا ولكنه كان يريد أن يكرمه المولى بمولود تقر به عينه وتسعد به نفسه، فكان يدعو الله، كان يقول: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فرضا وأنت خير الوارثين، ربي لا تذرني فرضا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. الله أكبر. كل واحد ربما تأخر عليه الإنجاب ومرت سنين طويلة من دون أولاد، واستشار الأطباء والخبراء وأصحاب الأعشاب دون أن يصل إلى نتيجة، عليه أن يقتدي بسيدنا زكريا ويقول هذا الدعاء المأثور: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. هكذا ربنا عز وجل يعطينا. أعداد كثيرة من الأنبياء والمرسلين والصالحين ذكرهم القرآن العظيم، وأيضا كثير من في السنة النبوية الشريفة، ربنا استجاب لهم بسرعة. السؤال: ما هو سر هذه الاستجابة السريعة بهؤلاء الأنبياء والمرسلين والصالحين؟ لماذا نحن ندعو الله كثيرا ولا يستجاب لنا؟ الجواب أن ربنا عز وجل أخبرنا بالسر. ما هو السر؟ قال عقب أن ذكر هؤلاء الأنبياء والصلحاء، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. السر الأول الإسراع للخير، كانوا يذهبون بأنفسهم لفعل الخيرات، كانوا يتخذون المبادرات وكانوا يسرعون، كانوا لا دائما يفوتون أو يؤخرون، بل كل واحد منهم يسرع لعمل الصالح. دائما إذا سمع النداء للصلاة يسرع لاستجابة دعاء الصلاة، إذا كان وقت الزكاة أخرج زكاة ماله، إذا رأى فقير يحتاج إلى المساعدة هب إليه ليقدم له المساعدة، إذا رأى أناس في صراع وخصام هب لكي يصلح بينهم. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ولا يبحث عن المنكرات، هو بعيد عن المنكرات، كلما وجد منطقة أو دائرة فيها المنكر يبتعد، لا شأن له بذلك. هذا الشرط الأول. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، كان دعاؤهم يمتاز بالطمع والخوف. الرغبة رغبا يعني طمعا، رغبة فيما عند الله من النعيم، فيما عند الله من الجزاء الوفير، والرهب هو الخوف من عذاب الله. فعلينا أيها الأحباب الكرام أن ندعو الله تعالى، هكذا دعاؤنا يكون فيه رغبة شديدة لما عند الله وخوف شديد من عقابه، هذا مما يدعو إلى استجابة الدعاء. الشرط الثالث قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الخشوع لله، كانوا في دعائهم يدعون الله تعالى وهم خاشعون، يدعو الله تعالى وهو دليل أمام الله عز وجل. وهذا الخشوع يتمثل بأن الإنسان كلما دعا ربه لا يدعوه بقلب غافل أو بفكر شارد، وإنما يدعو الله تعالى وهو حاضر قلبه وفكره، ثم يحرص على الخشوع في صلاته، ويحرص على أن يخاف الله تعالى في كسبه، ويحرص على أن لا يعتدي على إنسان، يخشع دائما، يشعر بأن الله يراقبه ويخشع لجلال الله.
هذه الشروط الثلاثة أيها الأحبة الكرام إذا توفرنا عليها فإن الله تعالى يسرع في الاستجابة لدعوتنا. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لكن من بين التوجيهات والإرشادات في هذا الباب أنه لا ينبغي أن نربط دعاءنا بالاستجابة، بل ينبغي أن ندعو الله تعالى دعاء خشوع وخضوع وتبتل وابتهال، دعاء عبادة. فعبادتنا تتجلى في أننا نتوجه إلى الله بحب وصفاء، ونتأكد بأنه سوف يستجيب لنا، لأن الله تعالى كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبين. الله تعالى من صفاته أنه الحياء، حي كريم من صفاته الكرم، ويستحيي سبحانه الرجل إذا رفع يديه إلى السماء يستحي ربنا أن يردهما صفرا خائبتين، لا بد أن يعطيه. لهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ندعو الله تعالى ونحن موقنين بأنه سوف يستجيب لدعوتنا. لا بد أن نستحضر اليقين، لا ندعو الله تعالى ونحن غافلين. ادعوا الله وأنتم موقنين بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب من قلب غافل لاهٍ. وكذلك علينا أن نعلم بأن الدعاء مستجاب في كل وقت، إما أن يعجل لنا في الدنيا وإما أن يؤخر لنا في الآخرة، وإما أن يكفر به عنا ذنوبنا. ثلاث حالات: قد تدعو الله تعالى فيعجل لك ذلك في الدنيا ويستجيب لك، وقد يؤخر ذلك إلى الآخرة حينما يعطيك الله تعالى نعيما وفيرا، وقد يكفر عنك الذنوب التي كانت لديك بقدر ما دعوت الله تعالى. إذن أنت دائما في كل وقت وحين فأنت مستجاب الدعوة. ومن أراد أن يستجيب الله دعوته في الشدائد فعليه أوقات الرخاء أن يكثر من الدعاء. أوقات الرخاء ينبغي أن نتوجه إلى الله بالدعاء الكثير. نحن ما عندنا حاجة، كل شيء متوفر لدينا، فعلينا أن نكثر من الدعاء. من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكروب فليكثر الدعاء في الرخاء كما قال صلى الله عليه وسلم. الله تعالى وكل جبرائيل بحوائج بني آدم، فإذا كان الرجل من أهل الذنوب والمعاصي ودعا الله تعالى، أو كان من أصحاب الشك والجحود، يقول: يا جبريل اقضي حاجة فلان، فإني لا أحب أن أسمع دعاءه. أما إذا كان الداعي مؤمن من المؤمنين والمؤمنات الصالحين والصالحات، يقول: يا جبريل احبس حاجة فلان، فإني أحب أن أسمع دعاءه. الله تعالى يحب سماع دعاء المؤمنين، فيقول: أخر يا جبريل، لا تسرع في الإجابة، إني أحب أن أسمع دعاء المؤمنين. لهذا كان الصلحاء لا يهمهم استجابة الدعاء بقدر ما يهمهم الإكثار من الدعاء. وربنا سبحانه وتعالى كل دعوة دعا بها المؤمن لا بد أن يستجيب له. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يؤخرها له، وإما أن يكف عنه من السوء بمثلها. الصحابة قالوا: إذن يا رسول الله نكثر من الدعاء. قال: نعم أكثروا والله أكثر. ويستجاب لأحدكم ما لم يتعجل. ما لم يتعجل يقول: دعوت فلم يستجب لي. فعلينا أيها الأحباب الكرام أن ندعو الله تعالى بقلب موقن، وإن شاء الله تعالى كل حوائجنا مقضية. لكن كيف ندعو الله جل وعلا؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته الإسلامية كيف تدعو ربها. أولا، قبل أن ندعو الله تعالى علينا أن نرفع اليدين إلى السماء، نرفع يدينا إلى السماء. قال صلى الله عليه وسلم: سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها،
فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم. نرفع أيدينا إلى السماء، إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع إليه العبد يديه. نرفع يدينا إلى السماء وبأكفنا لا بظهورها، وندعو الله تعالى. قبل أن ندعو علينا أن نكثر من الثناء والحمد لله، ثم نكثر من الصلاة على النبي، ثم بعد ذلك ندعو بما شئنا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله تعالى والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي، ثم ليدعو بما شاء. إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله أولا: نحمد الله، نثنو عليه، يا حنان يا منان يا كريم يا جواد، لا إله إلا أنت. هذا يسمى الثناء والحمد لله. ثم نصلي على النبي: اللهم صل وسلم على حبيبنا الشفيع سيدنا محمد. ثم نبدأ بالدعاء، ندعو بما شئنا من خيري الدنيا والآخرة، فإن الدعاء محجوب عن الله حتى يصلى على محمد وعلى آل بيته. كذلك من آداب الدعاء أننا نجتمع على الدعاء، نجتمع. قد أدعو بمفردي جميل، ولكن أن أدعو مع الجماعة، جماعة من المؤمن والمؤمنات، نجتمع وندعو دعاء جماعيا. لماذا؟ لأنه إذا كان أكثر من 40 نفر ربنا يستجيب. إذا كان أكثر من 40 شخص يدعون في وقت واحد ربنا يستجيب. ونحن الحمد لله في هذه الإذاعة المباركة وفي هذا البرنامج ربنا وفر لنا أن نتجمع، رغم لا يرى بعضنا بعضا، ولكن نسمع أصواتنا ونتجمع وندعو الله تعالى وربنا يستجيب. قال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجابهم الله. لا يجتمع ملأ، مجموعة من الناس يجتمعون، البعض يدعو والآخرون يؤمنون يقولون آمين، إلا أجابهم الله سبحانه وتعالى. وعلينا أن لا ندعو بالشر، أي دعاء لابد أن يكون بالخير، أن يكون بالرحمة، أن يكون بما فيه منفعة ومصلحة للناس، لا ندعو بالشر أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ولكي يستجيب الله دعاءنا هناك شروط كثيرة، من بينها أن كل واحد منا لا بد أن يكون مطعمه وملبسه ومشربه حلال، لا بد أن نتحرى الحلال في الطعام والشراب والملبس. إذا كان في جوفك طعام حرام أو شراب حرام، إذا كنت تلبس لباسا كسبته من حرام فأنت عندك مانع. حتى قال العلماء: إذا كنت في أرض مغصوبة أو لباس مغصوب فكل هذا مانع من الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغدي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ لا يمكن أن يستجيب الله دعاءه، رغم أنه استعمل كل شروط استجابة الدعاء لكنه خلط ذلك بالحرام. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز على أن كل واحد منا يكون طعامه دوما حلال. فهذا سعد بن أبي وقاص شاب كان طموح وكان متدين وصالح، قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، إن الرجل لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل الله منه عملا 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه عن سحت فالنار أولى به. إنسان عليه أن يتحرى طعامه يكون حلال، لباسه حلال، أجرته حلال، كل ما يملكه حلال، ويبتعد عن الحرام. إذا كان عنده حرام فليتبرأ منه وليعيده إلى أهله وإلى ذويه، فإذا لم يجدهم فليتصدق به لله تعالى ويبعد عنه. ولابد أن يكون دعاءنا
من قلب خاشع، لا من قلب غافل ولا لاهن، ولا ندعو بإثم أو قطيعة رحم، ولا ندعو دعاء ونقول لم يستجب لنا، بل علينا أن نصبر. ثم علينا أن نلتمس مواطن استجابة الدعاء. فمن مواطن استجابة الدعاء عند نزول الغيث، إذا رأينا المطر ينزل معنى ذلك أن السماء مفتوحة وأن كل دعاء يصعد. إذا كان هناك الحر الشديد معنى أن الله أغلق علينا أبواب استجابة الدعاء، لكن إذا كان هناك المطر وكان هناك الغيث معنى أن أبواب السماء مفتوحة، الدعاء هنا مستجاب. كذلك الدعاء مستجاب عند إقامة الصلاة، بين الأذان والإقامة هناك دعوة مستجابة لا ترد. أيضا عند رؤية الكعبة المشرفة هناك الدعاء مستجاب، والدعاء يكون أيضا دبر كل صلاة مفروضة، بعد أن نصلي الصلاة المفروضة ندعو بعدها فإن الدعاء مستجاب. وربنا عز وجل جعل أناس دعوتهم مستجابة، من بينهم الإمام العادل. الإمام العادل دعوته مستجابة، قد يكون السلطان وقد يكون قاض وقد يكون مسؤول على قطاع معين وهو عادل في حكمه، هذا دعوته مستجابة الإمام العادل. والصائم حتى يفطر، الصائم أيضا دعوته مستجابة لا ترد. والمسافر، دعوة المسافر أيضا لا ترد. ودعوة الوالد، الوالد دعوته لا ترد. ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، تفتح لها أبواب السماء، ويقول رب تبارك وتعالى وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. كذلك أن ندعو بعضنا لبعض بظهر الغيب، كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعاء المسلم لأخيه المسلم مستجاب إذا كان بظهر الغيب، هو غائب غير حاضر وأنت تستحضره، فلان حبيب الرحمن ندعو له وهو مسافر في مكان بعيد، تدعو له يكون عند رأسه ملك موكل به، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك آمين ولك مثل ذلك، آمين ولك مثل ذلك. إذا دعوت بالخير يقول لك الملك آمين ولك مثل ذلك، إذا دعوت بالشر يقول آمين ولك مثل ذلك والعياذ بالله. فدائما ندعو الله تعالى بالخير، وخصوصا ندعو الله تعالى في الثلث الأخير من الليل، لأن ربنا عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الثلث الأخير من الليل فيه الدعاء مستجاب. سيدنا النبي كان يقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. ودائما الدعاء يكون عند السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لابد أن نسجد لله وأن يكون الدعاء مستقبل القبلة ووجهك إلى السماء، ترفع يديك إلى السماء. هكذا كان يفعل النبي الكريم، كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه في السماء، وكان صلى الله يدعو بخشوع، وأن يكون الصوت بين المخافة والجهر، لا يكون الصوت قويا في الدعاء. كان سيدنا النبي يقول أيها الناس إن الذي تدعونه ليس بأصم ولا بغائب، وإنما تدعون بينكم وبين أعناق ركابكم، ادعوه، ادعوا الله تعالى ليس بصوت خافت ولا بصوت فيه جهر قوي، بل وسط بين هذا وذا. وربنا أثنى على زكريا لما قال إذ نادى ربه نداء خفيا، إذ نادى ربه نداء خفيا، وقال عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. والإنسان إذا دعا لا داعي لكي يتكلف السجع في الدعاء، يبحث عن الكلمات والمصطلحات، بل ينبغي أن يدعو الله تعالى بما تيسر من كلامه، المهم أن يحصل حالة التضرع، يكون متضرع لا متكلف. وخير الدعوات الدعوات المأثورات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأشياء إذا حافظنا عليها بإذن الله سوف يكرمنا الله تعالى بالدعاء المستجاب. فاللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك
وأحيي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم آمين. اللهم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.